من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا في باب جمع فيه الكلين بعضا من الروايات حول الصحيفة والجافر والجامعه ومصحف فاطمه الحديث الاول من احاديث هذا الباب ذكر هذه الامور وذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله علم امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب وايضا علمه احكام الشريعه كلها فكتب ذلك امير المؤمنين في كتاب يسمى الجامعه او كتاب علي وكتاب علي فيه الاحكام الشرعيه حتى الاحكام الجزئيه البسيطه التي لا يهتم بها الناس مثل أرش الخدش وأيضا من علومهم عليهم الصلاة والسلام الجافر الأبيض وهو صندوق من جلد فيه الكتب والعلوم التي نزلت على الأنبياء الماضين كالتوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك وصلنا إلى علم آخر من علوم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهو علمهم بما في مصحف فاطمة، وقد ذكرنا أن المصحف في اللغة يراد به الكتاب، لأن المصحف الصحيفة صحيفة، إذا هذه الصحف جمعت في مكان واحد تسمى كتاباً وتسمى مصحفاً. فهذا هو كتاب لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان هذا الكتاب من تحديث الملك لفاطمة الزهراء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله، لأن فاطمة كانت محدثة كما أن مريم حدثتها الملائكة: إن الله اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين، وفاطمة أفضل من مريم. فكان الملك يحدثها وكان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يكتب ذلك ماذا يحتوي مصحف فاطمه يحتوي الاخبار المستقبليه ليس فيه شيء من الاحكام الشرعيه الا اذا ذكرت عرضا بمناسبه ذكر حدث من الاحداث المستقبليه لكن هو ليس كتاب شريعه ليس كتاب احكام كما انه لا يتضمن مواعظ ولا المسائل العقائديه المسائل العقديه وما الى ذلك وانما مجرد الاخبار المستقبليه من اليوم الذي هذا الملك بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله امره الله سبحانه وتعالى يحدث فاطمه أخبار من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، أخبار الملوك الرؤساء دولهم دولهم وما إلى ذلك كله موجود كل ذلك موجود في مصحف فاطمة سلام الله عليها زين في هذا الحديث إحنا نقرأ مقاطع من هذه الرواية كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ونبين بعض الجوانب التي قد البعض يحاولون التهريج عبر هذه المقاطع بتحريف معناها، او لبيان ان هناك مثلا للشيعه قرانا اخر، كلا ليس للشيعه قران اخر، وانما هذا اسمه مصحف، المصحف ليس بمعنى القران، حتى في روايات الرسول وفي الصدر الاول ما كان يطلق على القرآن المصحف، هذا اصطلاح متأخر، المصحف مثل كلمة الكتاب، الكتاب يطلق على القرآن وفي القرآن ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ، فإذا احنا قلنا كتابُ علياً هل معناه ذلك أن هذا قرآن آخر؟ كلا، المصحف حتى في القرآن وفي الروايات عن الرسول لم يطلق على القرآن الكريم. وإنما اصطلاح متأخر هو بمعنى كتاب. نعم شاع اصطلاحه في القرآن الكريم، لكن هذا لا يعني أن سائر الكتب ليست مصحفا، يعني لأن المصحف بمعنى الكتاب. المكان الجامع للصحف. هذا شيء. الشيء الآخر أن هذا المصحف ليس فيه أحكام ولا مواعظ ولا عقائد ولا هذه الأمور التي هي موجودة في القرآن. فيه الأخبار المستقبلية، والأخبار المستقبلية قليلة في القرآن. لأن القرآن كتاب هداية، مو كتاب قصص. إذا ذكر في القرآن إذا ذكرت في القرآن قصة فإنما تُذكر لأجل الهداية، ويُذكر مقدار من القصة لأجل الهداية الذي ينفع الهداية، لذا تشوف قصص القرآن فقط تذكر جانبا من الجوانب، يعني حياة الأنبياء كثير من جوانبها ليست مذكورة في القرآن الكريم، لماذا؟ لأنه الغرض من نقل القصة الموعظة العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة المقدار الذي يحصل به العبرة يذكر ما زاد على ذلك لا يحتاج إلى ذكره إلى ذكره نعم قد يكون الرسول صلى الله عليه وآله ذكره أو لا ذكروه هناك قصة واحدة متكاملة في القرآن تقريبا وفيها سورة كاملة هي قصة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن هذه القصة كل آية منها وكل جانب من جوانبها ذكرت للهداية والعبرة ولذا جوانب من سيرة يوسف من قصة يوسف لم تذكر في هذه السورة لأنه اكتفي بهذا المقدار في الهداية ما كان حاجة أن تذكر تفاصيل أخرى فالقرآن الكريم يحتوي على مواعظ وعلى عبر وعلى أحكام وعلى تحذير وعلى تهديد وعلى بشاره اما الاخبار المستقبليه ماذا سيحدث في الايام القادمه في السنوات القادمه في القرون القادمه قليل جدا ذكر في القران مثلا سوره الروم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا اخبار مستقبلي كان، ايضا كان الغرض منه هداية الناس. هداية المسلمين، هداية غير المسلمين. حتى إذا فتحت ياجوج يا وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، هذا المقدار فقط. قليلا من الأمور الأحداث المستقبلية مذكورة في القرآن الكريم لعدم الحاجة إلى ذكرها في باب الهدايه. الملك الذي كان يحدث فاطمه الزهراء سلام الله عليها، ما كان غرضه من التحديث الموعظه او بيان العقائد او بيان الاحكام. هذه فاطمه الزهراء سلام الله عليها لم تكن بحاجه اليها، كانت تعرف الاحكام، كانت متعظه قد وعظها رسول الله صلى الله عليه واله. كانت تعرف العقائد تعرف الاحكام فالغرض من ارسال الملك لتحديث فاطمه الزهراء كان تسليتها يعني الله سبحانه وتعالى كان يريد ان يسليها لان رسول الله ابوها قد توفي فدخلها حزن شديد هذه التسليه كانت عابر ذكر التاريخ المستقبلي وخاصه تاريخ ما بعد الظهور فلذلك ذكر الملوك والسلاطين واخبار دولهم واخبار اعمالهم وانقراضهم وما الى ذلك كل ذلك مذكور في مصحف فاطمه، لذلك مضامين مصحف فاطمه يختلف عن مضامين القرآن الكريم، يعني ظاهر القرآن والا باطن القرآن كل شيء فيه. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، الكتاب المبين هو القرآن الكريم، وأيضا اللوح المحفوظ. في باطن القرآن كل شيء موجود، لكن في ظاهر القرآن الأمور التي مذكورة، هذه الأمور ليست مذكورة في مصحف فاطمة، وإنما ذكر فيها أمور أخرى تتعلق بالأحداث المستقبلية. فلذلك عندما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وإن, وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة شنو هو مصحف فاطمة من عظمته قال قلت وما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات لماذا الإمام الصادق قال قرآنكم يعني حجم مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف حجم القرآن يعني الآن مثلا القرآن المشهور بخط عثمان طه تقريبا ستمائة وبضع صفحات مصحف فاطمة إذا يكتب بنفس الخط مثلا بنفس الحجم يكون أكثر من ألف وثمانمائة صفحة ثلاثة أضعاف القرآن زين الإمام الصادق لماذا قال مثل قرآنكم الجواب على ذلك أن عثمان ابن عفان في زمان حكمه هذا جمع القرائين المختلفة الموجودة بأيدي المسلمين وحرقها كان هناك مصحف الأم أمر بالاستنساخ منه سبع نسخ نسخه عثمان احتفظها لنفسه ونسخه وضعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله في المدينه حتى الناس يجون يستنسخون عنها ونسخه ارسلها الى مكه ونسخه الى البصره ونسخه الى الكوفه ونسخه الى الشام ونسخه الى مصر هذه سبع نسخ من القرآن الذي أمر عثمان باستنساقه طبعا هو نفس القرآن الذي جمعه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا بين قوسين نذكره وهناك باب في المستقبل سيأتي أن الذي جمع القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله بل جمعه الله إن علينا جمعه وبيانه لا تحرك به لسانك لسانك لتعجل به "إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه" الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع القرآن، يعني أمر رسوله بجمعه، وكان المصحف موجود بين المنبر وبين حائط لأن فاصلة بين المنبر والحائط كان حائط المسجد، كان هناك موضوع والناس كانوا يأتون ويستنسخون منه. لكن الصحابة أيام نزول الآيات كل واحد كان يكتب بمقدار من تلك الآيات فعثمان أمر بجمع هذه المتفرقات وأحرقها لكن القرآن الذي كتبه نفس القرآن الذي جمعه رسول الله صلى الله عليه وآله لذا هذا القرآن صحيح الخط خط عثماني لكن هو نفس القرآن الذي كان جمعه الرسول صلى الله عليه واله، نعم أمير المؤمنين كان عنده تفسير وتأويل للقرآن، يعني عنده قرآن نفس هذا القرآن في هامشه التفسير والتأويل، وهذا جمعه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله، وأراد أن يظهره للمسلمين فرفض ذلك، مو قرآن آخر. فيه زيادة أو نقيصة لا نفس هذا القرآن لكن بهامش بتوضيح تفسير تأويل مثلا في رواية عن البسنطي أنه وجد قرآنا عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في اسم سبعين شخص من قريش هذا كان في الهامش في التفسير يعني بعض الآيات التي قد نزلت فيهم مذكورون هؤلاء من هم مثلا على كل حال زين هذه القرائين التي بعثها عثمان الى المدن المختلفه التي ذكرناها ابو بصير كان من الكوفه فلعل الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول لابي بصير ان مصحف فاطمه حجم ثلاثه اضعاف حجم القران الذي موجود في الكوفه قرآنكم انتم اهل الكوفه هاي النسخه من القرآن يعني. قلت وما مصحف فاطمه؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات. والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. القرآن فيه احكام، فيه مواعظ، فيه عبر، فيه قصص الماضين، فيه اخبار القيامه. فيه تبشير، فيه تحذير، إنذار، وقليل جدا من الأخبار المستقبلية. أما مصحف فاطمة كله الأخبار المستقبلية، وهذا القليل من الأخبار المستقبلية اللي موجود في القرآن، هذا ليس بموجود في مصحف فاطمة، لعل الملك لم يحدثها بذلك، لأنه مذكور في القرآن فلم يكن بحاجة إلى أن يذكره مره اخرى. قلت هذا والله العلم، هذا العلم اللي ليس فوقه علم. مصحف فاطمه سلام الله عليها. الامام قال له انه لعلم هذا علم عظيم. من زمان وفاه الرسول الى يوم يرث الله الارض ومن عليها، كل ما يحدث موجود في كتاب، هذا شيء جدا عظيم. لكن وما هو بذاك هذا ليس هو العلم الاعظم. علم عظيم لكن ليس هو العلم الاعظم. ثم سكت ساعه ثم قال: الامام يقول شيء اخر. مصحف فاطمه الاخبار المستقبليه. زين الاخبار الماضيه شنو هي؟ من يوم ان خلق الله ادم عليه الصلاه والسلام الى يوم رحيل رسول الله محمد صلى الله عليه واله. هذه الفتره الطويله كم الف سنه؟ لا ندري. كم مليون سنة لعله لا ندري متى نزل آدم إلى الأرض التوراة مثلا حسب المنقول سبعة آلاف سنة أو ثمانية آلاف سنة لكن هذه تخرصات ليست بصحيحة لعله مئات الألوف من السنين من قبل أو ملايين السنين من قبل لا ندري العلم عند الله زين مصحف فاطمة لا يتضمن الأخبار الماضية الإمام الصادق يقول انا نعلم بتعليم من الله علم رسوله ومن رسوله الائمه. نعلم اخبار الماضي واخبار الحاضر واخبار المستقبل. علم ما كان وما يكون وما هو كائن. هذا علم اعظم يعني كل القضايا التي جرت من يوم ان خلق الله سبحانه وتعالى الكون ليس من يوم نزل ادم. وهبط الى الارض من يوم ان خلق الله سبحانه وتعالى الكون من ذلك اليوم الى يوم القيامه زين الله سبحانه وتعالى عالم بها وهو قادر على ان يعلم رسوله محمد صلى الله عليه واله ذلك البعض يمكن يستغرب انه كيف للائمه من اهل البيت هذا العلم علم ما هو ما كان وما يكون وما هو كائن كيف يمكن ذلك نقول ان غير الشيعة في صحاحهم مثل صحيح مسلم اللي هو صحيح عند غير الشيعة وردت روايه وكذلك في غيره ان رسول الله صلى الله عليه واله ذات يوم صعد المنبر وتحدث من بعد صلاه الصبح إلى وقت صلاة العشاء، ولم ينزل من المنبر إلا في وقت الصلوات، يعني صلى الصبح صعد المنبر، تكلم إلى صلاة الظهر، صلى الظهر صعد المنبر، تكلم إلى صلاة العصر، نزل صلى العصر صعد المنبر، تكلم إلى أذان المغرب، نزل صلى المغرب صعد المنبر تكلم إلى أذان العشاء، حذيفة يقول حسب رواية مسلم، فحدثنا بما كان وما يكون وما هو كائن، يعني اذا احنا نثبت ذلك للائمه الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فهذه الروايه اللي يرويها غير الشيعه تثبت ذلك لجمع من الصحابه، فايهما اعجب ما نثبته للائمه من اهل البيت الذين قال الله سبحانه وتعالى حولهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال حولهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذا أعجب أو صحابة كان فيهم المؤمن وكان فيهم مثل عبد الله بن أبي المنافق لعمري ما يروه أعجب وليس هو بصحيح صحيح أنه فقط علم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني علّم أمير المؤمنين ومنه إلى سائر أهل البيت. إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قلت جعلت فداك جعلت فداك هذا والله هو العلم ما كان ما يكون ما هو كائن. قال إنه لعلم وليس بذاك. هذا مو العلم الأعظم. هذا علم عظيم لكن في هناك علم اعظم جعلت فداك في, في اي شيء العلم هسه العلم الاعظم شنو هو قال ما يحدث بالليل والنهار الامر من بعد الامر والشيء بعد الشيء الى يوم القيامه يعني التقديرات الالهيه التقديرات الالهيه التي تحدث في كل يوم لان التقدير امر حادث مثل الخلق امر حادث لم يكن خلق ثم الله سبحانه وتعالى خلق، لم يكن تقدير ثم ان الله سبحانه وتعالى قدر الشيء بعد الشيء الى يوم القيامه، الله سبحانه وتعالى يقدر تقديرات، يقول سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، زين كل يوم هو في شأن يعني شنو؟ يعني كل يوم تقديرات تقديرات لم تكن الله سبحانه وتعالى يقدر من إحياء من إماتة من رزق من تقليل رزق زيادة رزق وما إلى ذلك. زين المخلوقات في هذا الكون لا تعد ولا تحصى. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض، هذه الأرض نقطة صغيرة في المنظومة الشمسية. والشمس نجمة صغيرة من مليارات النجوم في مجرة في مجرة درب التبانة ومجرة درب التبانة مجرة من المجرات المتوسطة لا الصغيرة لا الكبيرة من مليارات المجرات يعني الشيء العلم الحديث اكتشف في هذا الفضاء شيء مهول جدا زين هذا العالم شنو في من أجرام شنو في من أمور شنو في من ملائكة لأنه حسب الروايات اكثر شيء خلقه الله سبحانه وتعالى الملائكه هؤلاء الملائكه اصناف كثيره صفوف كثيره اعداد كثيره مهام كثيره الله سبحانه وتعالى في كل يوم لكل هؤلاء المخلوقات وهذه الاشياء المخلوقه له تقدير جديد كل يوم هو في شان هذه التقديرات العظيمه قد تكون هذه التقديرات الله سبحانه وتعالى يغيرها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقدر موت انسان بالدعاء، بالصدقه، بصله الرحم، الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير، وقد ذكرنا تفصيله في باب البداء من كتاب التوحيد هذا انسان مريض على شرف الموت بالصدقه بالدعاء الله سبحانه وتعالى يزيد في عمره قوم يونس مثلا الله سبحانه وتعالى قدر عذابهم لكن لما دعوا الله سبحانه وتعالى كشف عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كان تقدير عذاب لكن الله سبحانه وتعالى بتضرعهم رفع عنهم العذاب. التقديرات التي كل يوم تكون، يعني مره انت تعلم بالتقديرات الاوليه هذا علم عظيم. وايضا في كل يوم ما هو التقدير الجديد؟ وما هو التغيير الذي صار في ذلك التقدير؟ ما هو البداء الذي حصل؟ الله كان يعلم لأن البداء لا يكون عن جهل فذلك كفر، لكن المصلحة كانت في حكم ثم بعد ذلك المصلحة في تغيير ذلك الحكم، مثل النسخ في الأحكام الشرعية، النسخ شنو هو؟ الله يشرع تشريعاً ثم بعد ذلك لمصلحة ينسخ التشريع، أصل التشريع لمصلحة ونسخ التشريع لمصلحة كذلك في الأمور التكوينية الله يقدر تقدير لمصلحة ثم يغير ذلك التقدير لمصلحة المصلحة شنو هو إذا أنا أدري أن الله سبحانه وتعالى يزيد في عمري إذا تصدقت هذا يكون باعث إلي أن أتصدق إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى يزيد في عمري إذا أنا وصلت الرحم هذا يسبب أنه أنا أصل الرحم إذا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يزيد من رزقي إذا صليت في أول الوقت أنا راح أصلي في أول الوقت فالبداء إلى تأثير على عمل الإنسان وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان والله من الأزل يعلم يعلم ماذا نفعل وماذا سيكون لكن هذه التقديرات محفزات لنا للعمل الصالح والاجتناب عن المعاصي مثل ما الله سبحانه وتعالى اخبرنا بالجنه والنار، لماذا اخبرنا بالجنه والنار؟ لانه محفز محفز الله كان يمكن ان لا يخبرنا ان لا يخبرنا بعد الموت يفاجئنا بذلك لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يحفز المؤمنين والناس على عمل الصالحات واجتناب المعاصي فاخبرهم عن تفاصيل الجنة عن بعض تفاصيل الجنة بعض تفاصيل النار عن أصل وجود الجنة عن أصل وجود النار أخبرهم قلت جعلت في داك فأي في شيء العلم قال ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة هذا هو الحديث الأول في هذا الباب الذي عقده ثقة الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحجة من الكافي باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة سلام الله عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بمقامات أوليائه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين Oh mm -hmm.